بكل وضوح برنامج التحليلات الاجتماعية بشكل صريح مباشر ما كان ستروش على المشاكل ولا التحديات اللي كتعوق نجاح المغاربة والمغرب. مرحبا بكم بالأسئلة ديالكم بصراحة اللي تعودناها مع بعضياتنا على ميد راديو من 6 إلى 8 من يوم الاثنين إلى الخميس. انتظرونا، مرحبا بكم. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. مساء الخير على كل مستمعينا الأوفياء لاستماع برنامج بكل وضوح، دائما رفقة الكاتب والباحث في التحليل النفسي وعلم النفس أستاذ المامون مبارك دريبي. مساء الخير أستاذ، مرحبا. مساء النور لسنا، مرحبا لله. الله يبارك فيك أستاذ. اليوم من خلال موضوعنا في بكل وضوح غادي نتكلموا على نموذج الرجل أو المرأة اللي كيقدر يهز الحمل يقيد له سواء في الزواج أو داخل الأسرة ديالو حتى كيولي محط المشاكل وكيبغي أنه يدبر مشاكلهم ويلقى لها حلول. اللي عنده شي مشكل كيجي يشكي ليه، ولكن أستاذ هاد الأشخاص في واحد الوقت ما كيبقوش قادرين على أنهم يكونوا محور الأشخاص في مشاكلهم، فكيفاش ندبروا هاد الأمر وفين غلطوا هاد الأشخاص اللي يعني جعلوا نفسهم محور الأشخاص؟ هو لله سيدنا علي من اللي قال المقولة الهائلة: من أراد الدنيا عليه بالعلم، ومن أراد الآخرة عليه بالعلم، ومن أراد الدنيا والآخرة عليه بالعلم. راه ما يمكنش تسلك، خاصة حنا المسلمين عندنا واحد المقام يسمى مقام العارفين بالله. شكون هما هاد العارفين؟ وشنو هو الفرق ما بين المعرفة والعلم؟ راه كاين العالم وكاين العارف. العارف ملقنو الخبير، والعليم عنده علم. وشكون هو هذا الخبير؟ يقول الله سبحانه وتعالى: الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. شكون هو هذا؟ اسأل به خبيرا. من هو خبيرنا في الله؟ والنبي صلى الله عليه وسلم. العارفين راك ياخذوا المقام من خبيرنا في الله، حيث الله هو كيشير له. شوش غيدوي؟ الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. هذا هو كل شيء، الكون كله هو كيتأسس وغي يعطينا إشارة للعظمة دياله، ثم استوى على العرش وغي يعطينا اسمه الرحمن، وغي يقول لك راه كاين خبير له خبر حقيقة. والنبي صلى الله عليه وسلم فاسأل به، ما قالش فاسأل عنه، قال فاسأل به. وشلوح كيسمي واحد سميها إلى كيسميو بيه، كنحييك الفقيه بيه، ابن بيه كنحييك حبيبي، واحد الفقيه سوسي نعرفو تعرفني به خبير. فالعارف هو اللي كيتكلم لك على المحرك وكيصلح لك المحرك، والعالم هو اللي كيتكلم لك على المحرك ما يعرفش يصلح المحرك. شحال من استاذ تكنولوجي دابا تيقري الميكانيك ويقري الموتورات ويقري المحرك، وكيدي طوموبيلته لعند الميكانيسي ما يعرفش يصلح. ها هو عالم كيقري الميكانيك وما يعرفش يصلح، والميكانيسي كيصلح وما يعرفش يقري. هذاك الميكانيسي هو العارف، وهذاك الاستاذ هو العالم. لهذا جاك لاكون غيدير ربعه ديال الانواع ديال الحديث: لو ديسكور دو ماتر، العارف، خطاب العارف لو ديسكور دو ماتر، خطاب الجامعي
le discours de l'universitaire. خطاب الهستيريك وخطاب المحلي. ربع اسمعهم ابقى رجلك لك. من اراد الدنيا عليه بالعلم. قال سيدنا علي من اراد، ما قالش من يبغي. وجاك لاكور يدوي لينا على البنيه الاراده كيفاش كتركب، حيث الى بقيتي غير في بنيه الرغبه تحمق. وهذا العبقري يصنف لنا اربعه انواع العلاقات: علاقه بالمثل، علاقه محوريه، علاقه هيمنه يكون هو سيدها او كتكون هي مولاته، وعلاقه العذاب عذابها او عذابه. الى جاك لك نصنف العلاقات في اربعه، ما لقاش خمسه، ما لقاش سته، ما لقاش سبعه، لقى اربعه. علاش بدا بالعلاقة بالمثل؟ وفي الرغبة غيدير العبقري جاك لاكون ثلاثة الأصناف: رغبة إحسان، رغبة مازوشية، ورغبة انتحارية. ثلاثة، عندوش أربعة. إذن ملي كيكون هذاك الزوج وهذيك الزوجة في بداية علاقتهم، النموذج اللي غيبنوا به العلاقه مع بعضياتهم راه هو النموذج اللي هما دايرين به علاقه مع نفوسهم. حيت راه ما كتكونش مع الاخر حيت هو، راه كتكون مع الاخر من حيث انت، راه من حيث انت غتنطلق من انت، كيف نفسك انت دايره فيك وكيف انت مع نفسك. اذا الا كنتي انت مع نفسك محوري، ما كنتيش مع نفسك بالمثل، انت ذواقة وسولي، نقول لي كيفاش نكونوا مع نفوسنا بالمثل؟ كيفاش؟ سولينا دوكا ليا العارفة، راك انت ذواقة ما تزقليهاش، راك شتيها. قولي لي يا استاذ كيفاش انت مع نفسك غتكون بالمثل؟ محوري هو ليغو سونتريك، هو كيجيب كلشي لعنده، هو بالمثل. كي غنكون مع نفسي بالمثل؟ عقلتي الحلقة اللي درنا على الامتثال؟ وكيفاش كنجعلوا الانسان يمتثل؟ بالخضوع، بالطاعة، ولا بالأسوة الحسنة؟ الامتثال خصو لي ديال دو موال الأسوة الحسنة. وشنو المدخل باش كيتركب الشراع؟ دابا انا رجعت لك الحلقة. المدخل هو صنف من الرغبة اسمه حرمان. فاللي ما عاش صنف الرغبة اسمه حرمان، واللي كيدخلو لك هو باك، ما كتدخلوش الأم. الأم ما عندهاش قدرة وما يمكنش ليها تقول لا لولدها ولا بنتها. اللي قال ليها تعطيه، اللي قال ليها. شكون اللي قد يدخل الرغبه من صنيف حرمان؟ هو الاب، الاب المقفل، ماشي الاب بابا بول اللي بغي يقلد المراه. هو فين يمكن لك تنافس المراه؟ في الايمان. لذلك فليتنافس المتنافسون في الخير. يتدير الخير، انت كدير الخير، كتنافس في الخيرات، ما بتنافسهاش في اسلوبها. اذا علاقه بالمثل خصها اسوه حسنه، خصها ديال الجمعه. هذه راه ما سهلاش، هذه اللي هي عاديه وطبيعيه وموجوده البنيه ديالها بشكل باغ ديفو، بشكل تلقائي، هي المحوريه. ما معنى المحوريه؟ كتكون عمود كتربط في واحد القلب، وذاك القلب كيتسمى الرابط العاطفي، وكيتربط فيه الاخر اللي كيتسمى غريمك ولا عشيقك ولا زوجتك ولا عشيرك ولا هذاك الاخر. اذا واحد راه نصب راسه عمود، والرابط العاطفي راه قنبه، والاخر راه تربط. اش غيولي يدير؟ غيولي يدور على العمود. هذا هو المحور. يعني مشى لهيه غيرجع لعند العمود، مشى على اليسار غيرجع لعند العمود، مشى على اليمين غيرجع لعند العمود، مشى لهنا مشى للشرق مشى للغرب، دار غيبقى يدور على العمود. فهاد الوالدين وهاد الرجال وهاد النساء ملي كيدير هذيك العلاقه المحوريه في الاول، راه كتكون عنده واحد النشوه، لانها كتجلالو على انه مرجعيتهم. وهنا النفس محتاجه انها تعيش هاد النشوه ديال المرجعيه، لانه فيها نوعا ما لبس، فيها نوعا ما معنى خاطئ،
اللي ديال دو موا المثال الاعلى. والمثال الاعلى راه ماشي حبا، راه ماشي حبا، راه قطعا، راه خاص تقطع، خاص تفصل، خاص تحد، خاص توقف. اذا راه ماشي حبا راه كره، راه سخطا، راه هزات، راه ازمات. شكون اللي غادي يصبر على الزمهرير؟ شكون اللي غادي يصبر على الزمهرير؟ لان هذاك اللي قطعا فصلا حدا وقفا، هذاك راه ولدك، هذاك راه بنتك، وراه عنده المؤازر ديالو، راه هي زوجتك، الامر واقفه تما، راه مؤازره هي، راه محاميه. فملي كيدخل انت بغيتي تحط البصمه، تحط البنيه ديال المثال الاعلى. اذا خاصك تمر بغيتي ولا كرهتي قطعا فصلا وقفا حدا. المؤازر اللي هي اللي هي اللي هي مو، راه زوجتك، راه حبيبتك، راه كتطلبك، راه كترغبك، راه كتوسل لك، راه كتستدرجك، راه تدخل فيك، راه تطحنك، راه تعذبك، راه تنوض معاك، راه تنوض فيك، راه تستعمل كاع كاع الالوان اللي عندها في هذيك لاباليت ديال الديسيناتريس، راه غتستعملها فيك. هو شاق طريق هذا، خصو الصبر والثبات، انك تحصل او تنزلق او ما تعرفش وتمشي للمحور، تكون محورهم وحبس محدهم صغار، محدهم صغار دلبا. انا كتبقى فيا الام، البارح جاي داخل الاذاعه كنلقى واحد الام كتكلم على ولدها، شحال في عمر ولدها؟ 25 عام. قلت لها واش كتظني على دابا كتساعدي ولدك ملي انت كتمشي وكتطلبي وكتراوي في بلاصتو، بحكم ان ولدك عنده مشكل وحاصل؟ وقالت لي هو استاذ واش نديرو، راه ماشي بحالكم انتوما، انتوما راه كبرتو في واحد الجيل وهما في واحد الجيل. قلت لها الفرق ما بين ولدك وانا لما لقيتش امي، ولدك لقاك، وماشي ما لقيتش امي حيت تخلات عليا امي، حيت انا بعات من امي، حيت كون بقيت حداها غنلقاها وغتلقاني، وانا عارفه غتلقاها وغتلقاني وانا نبعد، باش واخا نبغي نلقاها ما نلقاهاش حيت بعيد. اش الفرق ما بيني وبين ولدك؟ وانا بعات من امي، ماشي بعدتني امي ولا بعدوني من امي، انا بعات من امي. وانتي ما درتيش شي فرصه باش ولدك يبعد منك، وهو والله ما يبعد من امه. شي دري بالخصوص ذكر، او الله بعد منه. الانثى شنو كييسر ليها الامر؟ ان باغا تشبه ليها البنت، راه باغا تشبه لامها. وش ملي تبغي تشبه لواحد خصك تعاكسه باش كتاخذ الشرط المميزه. لهذا الحسد مبغوض في الاسلام، لان اللي حسدتيه تشبه له. شتي اللي حسدك؟ واصبر دوز مده غيولي يدوي بكلامك، غادي يولي بافكارك. دابا علاش حنا كنشبهوا الغرب؟ حيت حاسدينهم وحنا نشبهوا لهم. هي خصنا نغبطوهم، خصنا ما نغيروا منهم ما نحسدوهم. راه اللي حسد شي واحد راه يشبه له. علاش دابا هما رابحين الماتش معانا؟ راه حنا اللي مربحينهم، راه ماشي هما. حنا كنماركيو البيوت راسنا، لان حنا واخدينهم كمثالنا الاعلى، حنا كنشوفوا انجازاتهم، حنا كنقلوا منهم، حنا كنقلدوهم، حنا وتخيل يديروا شي برنامج كنديروا حنا بالعربيه، واللي يديروا شي حاجه كنترجموها، وكنترجموا هذاك الشيء على حدو قدو. فغيدير هو فيرسيون 2 غنترجموا حنا فيرسيون 2. راه فرق تستلهم، تاخذو كالهام، تقول وكيفاش هو دار هذه انا نديرها كالهام انسبيراسيون، ومن بعد انت كتمشي وكتحطها في قوانين الثقافيه ديالك وفي القوانين. تخيل البارح كنشوف واحد القناه دوبل في 9 حول زيكسترا تيريست، بقى واحد جثمان ديال واحد الانسان صغير عنده جسم ديال طفل وراس ديال جمجمه ديال بالغ، اليدين والكتاف والرجلين ديال الطفل والسنان والراس جمجمه ديال الراجل البالغ. وبداو كيقولوا بان هذا رجع من الفضاء وكذا وكذا، خاصه نلقاو في واحد المنطقه في البيرو ياك،
اللي فيها الميتيوريت، ديك الصخور الفضائيه. فقالوا هذا راه جا فواحد المكوك فضائي وطاح وجاب معاه واحد الصخور من هذا، وما كيحطوا واحد المسائل ديالهم، كيسولوا واحد الانثروبولوج. تخيل السيد عنده صفات انثروبولوج، تيقولوا كيفاش كتفسر لنا انه عنده الجمجمه باقي فيها واحد الثقب اللي كيكون عند الطفل الصغير. دابا الطفل الصغير عنده واحد الحفره هنا في الجمجمه ما كتسدش حتى كيكبر. الانثروبولوج ها شوف لو ديسكور ديال الجامعي اش غيقول، قال لهم هذاك راه بها باش كيتواصل باغ تيليباتي مع الكوكب اللي جا منه. دا ما عندوش الويفي، هذا راه عندو الفيفي. انثروبولوج تيقول لك هذيك الثقبه اللي في الجمجمه هذاك المخلوق كيتواصل مع الكوكب اللي جا منه بالتيليباتي. تيليباتي هي الويفي، الويفي ديال بنادم. بحال انا ندير بحال هكا في راسي بحال هكا نبقى نشوف في راسك ونتواصل معك بالتيليباتي. اي جو فيلغاريزي، بغيت نبسطها قلت الويفي. هذه الجمله يقولها انثروبولوج، هذه شي واحد انثروبولوج وكتبوا بائع الصخور في هذا المقلع الاثري، نقولوا هذاك السيد مسكين مقلع وانثروبولوج عيب الله عليه. شو الجمله قال؟ قال لهم هذيك الثقب اللي في الجمجمه راه به باش كيتواصل باغ تيليباتي مع الكوكب اللي جا منه. دابا تخيل واحد الشاب ما عندوش مستوى فكري لا باس به وكيشوف التيتر انثروبولوج وكيسمع الجمله، غياخذ ديك الجمله حقيقه، لان اللي قالها راه عنده الصفه راه انثروبولوج. راه انتم سيروا للدوبل في نيف ودخلوا الانترنت وشوفوا الحلقه ديال البارح باغا نورم. يعني وصلنا لواحد الوقت ديال الجهاله اللي بغى يقول شي حاجه يقولها. الوعريك وعندو الكرتونه، الوعري دوز التلفازه، كيولي التلفازه والكرتونه ما كنبقاش نشوفوا المحتوى ديال الجمله اش تقال، كنشوفوا غير الكرتونه اللي داير بها التيتر والتلفازه اللي دات فيها. اذا اللي قال حقيقه لا ما حقيقهاش تخربيقه. اذا هذا السيد هذا اللي غيحصل في ما يبرك في الغدا يشكيو عليه، في العشاء يشكيو عليه، في التليفون يشكيو عليه، حضر يشكيو عليه، غاب يوجدوا له الشكوى، هذا ماشي وجهه وجه الشؤم مع فين ما يمشي يشكيو عليه. لا 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 لا، هذا هو ما عرفش خطورة العلاقة المحورية. إذا ما حدهم صغار، ما حدك لا لا وسيدي عندك ولاد صغار عندهم عام عامين ثلاثة أربعة خمسة ستة جهدها سبعة ثمانية تسعة عشرة عطلتي كاع 11 12 جمع راسك. ولكن راه ما يمكن لك تجمع راسك وتحل العلاقة المحورية تتحلها مع نفسك، حيث لا كنت انت نمطك مع نفسك محوري وتوخى تسمع البرامج وخا تتبع وخا تطير وخا تهبط غدير نمط المحوري. خاصك دير ما بينك وبين نفسك وسيط. شنو هو وسيط؟ نحن في الفكر الاسلامي هو علم محمد. بيننا وبين نفسنا احنا مسلمين والعلم محمد. فلهذا ملي كيتكلم معي شي واحد على النوبات ما كنجاوبوش، كنمشي كنقرا له ايه ولا كنقول له حديث. هذاك تيتسمى الرد، ردوه لله ورسوله. شوف الفرق بيننا وبين العلماء. العلماء كتقول لك حاول تعبر، خصك توصلو يعبر، حيت لا عبر راه غيتنفس وغيرتاح. بطبيعة الحال هذيك تشفها فروت سميتها الكاتاخسيس. كيعرفوها لي تيرابوت دو باز انه يلفو امني لو سوجي ا مانيبولي لا نوسيون دو سوا باغ لو ديسكور. الحديث والخطاب كيحرك نوعا ما بشكل مجازي البنية النفسية في الشعور، ولكن محدودة هاد البلاصة لأن ما عندهمش القول البالغ. بالغ واش جاية من البلاغة ولا يبلغ يعني ينفد يعني يصل؟ ما عندهمش القول السديد. ما معنى سدادة؟ يعني رمى بالكرة ودخلها المرمى سدد. خصك القول السديد والقول البالية، وما يكفاك القول السديد والقول البالية، خصك الفصل في الخطاب.
تفصل حل 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 حتى تتحيد هذاك هذاك الأدرع اللي كيحمي بها الإنسان نفسه بالخطابات. تفصل كتحل كتستعمل القول البليغ كتسدد. باقي خاصة حاجة أخرى، خاصة إنا فتحنا لك فتحا مبينا، خاص يفتح عليك الله. وعلاش ما بتقول الله يفتح عليك؟ هي الله ينور بصيرتك، الله يهديك، الله يعلمك، الله يرشدك. من أراد الدنيا عليه بالعلم، من أراد الآخرة عليه بالعلم، من أراد الدنيا والآخرة عليه بالعلم. وبعد الفاصل نفصل. مرحبا لك. إذا غادي نتوقفوا مع فاصل مستمعنا ونرجعوا نوصلوا بكل وضوح ومع استقبال مكالماتكم الهاتفية على 0522 88 00 61 61 62. ورجعنا لكم مستمعينا دائما من خلال بكل وضوح. غادي نمشيو مباشرة لاستقبال مكالماتكم الهاتفية. انا كتعجبني اللي صار عندك هاد ورجعنا لكم. ورجعنا لكم. عاودي عافاك عاودي عاودي الله يجزيك بخير عاودي. تعجبني نسمع والله فيها واحد المقام زوين بحال كنرجع كنرجع والله الا مزيانه والله الا. بالنسبه ل انا كنهيب عليهم وانت كترجعي. انا كنهيب داخل الميد ورجعنا لكم. بالنسبه لاستاذ نهار اثنين اللي تواصلت معنا فاطمه من قلمي، نتمنى انه ترجع تواصل معنا، اللي قالت لنا على اساس انه الولد ديالها يمكن فيه التوحد وبغينا انها ترجع تواصل معنا لانه رقم الهاتف ما سجلناش يمكن مضبوط ولا يعني كاين ما اشتغلش لينا لان حاولنا نتصلوا الرقم ما كيشد ليناش. والحباب ديالنا الله يجزيهم بخير ديال المستشفيات العسكريه والمفتشيه العامه للقوات المسلحه ما 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 ما, ما, ما تعطلوش وعطاو تعليماتهم للمؤسسه في قلميم وبغينا بغيتها تمشي باش يدار لها الدياغنوستيك في المؤسسه تما في قلميم. واخا يا ريت تعاود تتمنى والله تكون كتسمع ولا تصيفط اس ام اس ياك في 50 80. ولكن راه كاين ستوندار تواصل معنا به. معنا اول مكالمه ابتسام من الدار البيضاء. الو الو ابتسام. مرحبا مرحبا اختي ابتسام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اخيرا قدرت نتكلم معك. مرحبا بك لاله. مرحبا ابتسام. نعم تفضل. شحال في عمرك ابتسام؟ عمري 23 عام. تبارك الله. مشكلتي هي تقريبا كانت من الصغر. اما هي؟ المهم انا والدي مطلقين. الله الله. واشتغل مع جداتي. وكان عندي مشكل مع الاب ديالي. يعني كان هو في المدينه اللي انا فيها ما كيجي ما كيشوفني ما كيتلقاني ما والو، الا ما عيطت لي انا وما سولت ما والو ما يسولش فيا. لا حول. وجداك واش مات باباك ولا مات امك؟ لا مات ماما. المهم كبرنا كبرت وصلت ديك 17 عام قالي واحد المشكل مرض صافي وجيت عند الام ديالي. دازت عامين هادي اللي دازت دابا تخطبت وتزوجت وفرطت عليا الام ديالي باش يحضر. ومهم دات لها خطرها وعيطت ليه وفاش حضر يعني دار ليا مشاكل اكثر من دوك المشاكل اللي كان دار ليا في الصف. لا اله الا الله. يعني لا الطريقه ديال الهضره ديالته لا تصرفاته معايا لا كلشي، يعني بواحد الانسان ماشي الاب ديالي انسان اخر. المهم وقعوا مشاكل في العصب ومشاكل معاه انا، وهذه السيمانه دابا عيطلو كنسول فيه عادي كي داير بخير، قال لي لاباس الحمد لله، كنسول فيه يعني ماشي شي حاجه، وقال لي شي كلام اللي جرحني بزاف بزاف بزاف. وصراحة حتى انا يعني ما صبرتش ورديت عليه نفس الاسلوب باش هضر معايا هو. ومهم قلت لهم انا راه بغيت ندعي وهادي وهادي. علاش؟ هذا كلشي يعني هذا دا داكشي اللي دار ليا. هي راه ما بقاش عندك الحق. المهم برت وكان داكشي وبرت ودابا دابا المشكله انا داكشي اللي درت بقى فيا الحال. وتنادمت. الله الله. عيطت لي بغيت نطلب منه السماحه ولكن ما كنقدرش ما قدرت. بنتي بنتي ابتسام بنتي ابتسام. كاين الاب البيولوجي ياك. هذا اللي ولدك هذاك الاب ديالك البيولوجي اللي الخلايا ديالو
والجينات ديالو مروا وتخلطوا وخداو واحد النصيب من الجينات ديال الام الاب وتكونتي انت. هذا الاب البيولوجي هذا عنده عنوان، عنده رقم الهاتف، وعنده وجود. الاب البيولوجي والعلاقة اللي تأسست باش هاد الأب البيولوجي يولدك ابتسام سميتها الزواج. فالأم ديالك اختارت واحد رجل يكون هو الأب البيولوجي لوليداتها، فدارت علاقة كنسميوها حنا الزواج الحلال، داروا الكاغط وداروا العرس. الأب ما كيجيبش غير الجينات ديالو باش يكون هو الأب البيولوجي دولاده، كيجيب ثقافته، كيجيب حبه، العاطفة دياله، كيجيب روحه، الإيمان دياله. تخيل واحد الأب عنده خصائص في المعنى، بمعنى أنه كيفاش يكون أب ما عندوش المعنى، عنده خصائص في المعنى. يستحيل على الزوجة تعرف قبل ما تولد معاه واش عنده المعنى المعنى، حيت هو المعنى بحال العلاقة. الكوستيم ما كيتعلقش بوحده، كتهزو العلاقة. الوقت اللي الكوستيم كتشوفو لابس العلاقة كيبان لك فورما، كيبان لك الفيستا محطوطة فورما. العلاقة شتي غابرة في الفيستا مخبية، كاين هذاك العلاقة، هذيك الكروشية ديالها اللي كتبان لك في الحديدة الفوق، ولكن هذاك المثلث ديال الخشب راه مخشي مغابر. شتي هذيك العلاقة هذيك هي التقليد، وكيف دار باه دار جدو دار عمو، بنادم كيطلق عينو كيشوف تا هما بركوا مع العيالات بهذا الشكل، بالك حتى هو بحال هكاك، تا هما دوا بواحد الجمل ولا لا ويسال غير المعقول ويسال الحمد لله دابا دار خدمتو، وكيقاد فمو بحال كان كيدوا جدو بحال هكا، نفس الحركات ديال الشلاقم غيديرهم، غادي يشرب العلاقة. شتي اذا هي غتسمع هذيك الجمل اللي كيطمئنو، غيبان لها واحد شويه الزغب في, 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 في الوجه، غيبان لها الصوت غليظ، غيبان لها خدام الحلال، ومو وباه ولا ربما خوتو تيرضاو علو، تيقولوا لها والله يرضي علو راه كاين معانا، وعلى العلاقات مع العلاقات، العلاقه راك فيها با، علاقه راك فيها امو، علاقه شادها خوك، كلشي علاقات. دور هما مفعول فيه مفعول به، هما اللي شادين مع العلاقات. الفاعل راه كيخرج من العلاقه وما كيطيحش، خير الكوستيم خرج من 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 هذيك هذيك العلاقه وما طاحش، بقى غادي. هذاك هو الفاعل، هذاك هو الراجل، هذاك بلا علاقه وغادي. وريه لي نصور معاه، كاين يمكن قلال قلال بزاف. اذا دابا عنده خصائص في المعنى ديال يكون اب، ما عندوش معنى، ما كاينش والو. فاش قال هو قال وكيف الامور مشات بالعلاقه راه نكملوا اه ناري وتيتزادك واحد جديد. يقول لك بارك مسعود ولدي، هذا هو النبأ العظيم. شتي الولاده راه نبأ عظيم. نبأ اش كيقول الاب؟ اش كيقول الام؟ العداد العكسي الزوال ديالكم بدا، كنتو جيل وجا جيل. اذا دابا العداد العكسي ديالك انت غادي للزوال، هو غادي للبدايه، بمعنيتها الموت. كي غدير امو الخصاص في المعنى تلفتي للموت، تتزوجتي باش تنكحي، تتزوجتي باش تشغلي، تتزوجتي باش تقابلك، تتزوجتي باش توضري الدابه، تتزوجتي باش تزيدي تشطني، واجاك واحد غتكب فيه المعنى اللي ما عندكش. المعنى ما عندوش الكذوب، ما عندكش تختارعه، عندك ولا ما عندك، عندك ولا ما عندك. إذا ما عندوش. ومن اللي جا هو صاحب النبأ أكد لك ما عندكش، فقبل ما يجي
كنتي كتوهم نفسك انت عندك، كنتي كتظن ان عندك المعنى، هو يجي يقول لك وراه ليه، وراه ليه المعنى، ياك عندك وراه درتي انت بغيتي تعطيه، بديتي كتقول ديك الجمل، جمل العلاقات، مول المعنى كيحط راسو كيناس، كيمرض مطمئن، كيموت مطمئن، كيتغنى مطمئن، كيتفقر مطمئن، كيتقوى مطمئن، كيضعف مطمئن، حالو مستقر، المعنى ثابت، حال الشجرة ثابتة، توتي أكلها كل حين بإذني، شي بيدك تا بإذني ربيها، ملي لقى المعنى ما كاينش طج طج. دابا البنت اللي هي المعنى ديالو في الحياة، هي المعنى ديالو هو، وهو ما عندوش المعنى، جات كتقلب عليه كتقول له انا راه انا المعنى ديالي في الحياة، انا راني بنتك، عما كتزيد تعذبو، عما كتزيد تحمق، عما كتزيد تفرح، كيفاش بغيتي يكون معاك ويرد عليك من واحد المعنى ما عندي، ما عندي، تخيل دابا بقى عقلا واحد الحلقة استحول هادي، دوت معنا واحد البنت كانت قالت لينا في هذيك الحلقة ساكنة الجن، قلت لها دوزي ليا التليفون، قلت لها تخلعتي هذيك الحلقة، قلت لها تخلعتي قلت لها صفراء اش كندير هكا ياك عقلتي عقلتها ياك عقلتي اش قلت لها، قلت لها دوزي ليا، وبدلات صوتها ودوات معايا بصوت رجع وفين خرجت له انا، خرجت ليها قلت لها ودي الجن نعرفهم راه كيتنقلوا من بلاصه لبلاصه فواحد السرعه ما تصور، انا راه باقي عندي الوقت في الاستوديو قول له يجي عندي هنا ويتذكر معايا، جا ولا ما جاش، ما جاش، فبينت ليها بانه ماشي جن حماق، علاش درت هكاك، لانها هي محتاجه لهذيك الفكره ان فيها جن مسكونه، لان الساكن راه هو المعنى، واللي مخصوص من المعنى يا اما مجنون حمق دو كوا سوفر بسيكوزي داك لا كوم، تقول لك من ماذا يعاني المجنون، من خصائص في المعنى، فاذا اللي عنده خصائص يا اما مجنون حمق يا اما مسكون بفكره الجنون بان فيه الجن، حيت راه بجوج كيعنيو نفس الشيء، يا اما حماق يا اما مسكون، علاش؟ لان الساكن الحقيقي راه هو المعنى ما عندوش، فلقيت اللي قالت لي ساكنني جن ولقيتها متاكده عرفتها عندها خصائص في المعنى قدو قداش، اذا هنا بنتي ابتسام، هاد الشخص اللي كتبحثي عليه الاب العاطفي، الاب اللي حامل معنى رساله غير لقنها لك، الاب اللي حامل روح وعقيدة وإيمان، راه ما عندكش، راه ما عندكش بنتي ابتسام هاد الأب، وما غنحافيوش هاد السيد، وما غنلوموهش، غنقولو هذا قسميتناها مكتب عليا الله، ما غنحافيوش أمك لأن ما تقدرش الأم تعرف، شتي هنا المرأة ما كتعرفش في هاد الشيء ما تقدرش، وحتى الراجل يقدر يطيح في مرأة مخصوص المعنى راه ما يعرفش، راه كتبرك معاه بالعلاقات كتحني عينيها، راكم كتشوفوهم في فيسبوك كيتصوروا دايرين دايره فولار فوق فولار ومحاني عينيها وهزه كفها وكتقول أمة الله، فملي غيشوفها هكاك غزاله وحاني عينيها وهزه يديها للسما كتكتب في البروفيل أمة الله، معنيتها راه غنديرك بين عينيا حبيبه وغادي نطيح فيك الله وغادي نكون لك حور العين لك، غتكون لك مرود يتقبلك عينك وانت غتشوف، حيت لو كانت بصح أمة الله ما كانتش غدير هذاك المهرجان بالرموز، كانت غتقول له اسمع نقول لك ها المعنى اللي عندي، ها اش كتعنيني الحياة، ها شروطي، ونهار تقنوى ساعة في العام غدير لك هكاك، عاد قنوية ساعة في العام غدير لك أمة الله
اما حقيقه زعما هذه تجسدت فيها امه الله بالصحوكاك. او بوي او بوي او رافعه العدويه. منين؟ من الفونتاسم ولا من الحقيقه؟ كانت من الحقيقه، امشي نتصوروا معاها. كان من الفونتاسم بزاف، حيت راه ذلك ظنهم اللي كيظن انه وصل. واخا ظن ما بغيتي، اذا حنا ما غنلوموش باك ابتسام، ما غنلوموش امك. هاد الاب اللي كتبحثي عليه حامل المعنى ما عندوش المعنى، حامل الرساله نفس رساله، جاب روحه بعقيدته بايمانه الله اعلم. اشنو هو التجاوز بنتي؟ التجاوز هو الاصل ديالك من هذيك البذره ديالو مع هذيك البذره في الام، احتراما لهذيك البذره اللي لقحات هذاك الرحيم وجيتي انت كتصلي بالاب ديالك عن طريق الوسيط. صيفط هدية عن طريق جدة، صيفط حد بركة الفلوس عن طريق جدة، ونبلغ سلامي عن طريق جدة. علاش؟ لأن الوسيط كيدير واحد كيرطب المعنى. دابا ملي كتحضر هي قدامه بصورتها بعوينتها وبرغبتها، راغبة فيه، كتحضر كتعذبو يحمق. الوسيط ما كيجيبش الرغبة، كيجيب الخبر. الوسيط كيجي كيقول له راه دزت سلمت عليك بنتك، صيفطات لك هاد الريحة وهاد البركة وقالت لك دعها معاها. ما كاينش الرغبة، حيت الرغبة راه واعرة كتحمق، خصها موضع فين تستقر هي. دابا شنو اللي مقرحها؟ السؤال، لماذا؟ علاش انا؟ راه السؤال معذبة. علاش انا خرج فيا البلان؟ علاش انا يا من دول البنات نعيش هاد الحالة؟ علاش انا نكبر بعيد على امي وعلى امي؟ علاش انا؟ علاش انا؟ جوابها ألم يجدك يتيما فآوى، من أوجدك يتيما؟ ولماذا؟ هل يعذبك أم ليأويك بين أحضان رحمته؟ إذا كان غيتمك ويجيبك لعنده مقام كبير. لاحظتي دابا شنو؟ جعلات من الخصاص العاطفي اللي بها يكون محور الحقيقة لها. هو الأب عنده خصاص في المعنى، هي عندها خصاص عاطفي إنكارونس أفكتيف، فكتقلب غلغل بغى تشفي الغليل مما حرمت منه. إذا هي واش محرومة ولا مكبوتة؟ الله خدو معايا على الأقل ديال الدكري العارفة، واش محرومة ولا مكبوتة؟ محرومة، مكبوتة. مكبوتة مكبوتة اللي فخوستري. ودابا هي مقبلة على الزواج لربما دير العوض مثلا في مخصاش دير العوض الأب. مخصاش دير العوض، حيت كنسمعو كتقول لك لقيت فيه كل شيء. مخصاش دير العوض، ما يقدش راه فايجي تروغ تعمر بحر خاوي. راه 23 عام ديال 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 الكبت، راه غنهار ديال الكبت كيحفر فيك 100 متر الورق. عام بلياليه ورا النفس هادي، راه ماشي الظفر كيحفر في الرمل، راه النفس هادي. ونفس وما سواها، راه الثالثة بعد السماء والأرض، راه الثالثة. عرفتي حفيرها كيدير ولا؟ راه والله ما يكفي تم الغليل إلا الله. هذا الغليل هذا اللي كتقلب تغلغل، والله ما يكفي الغليل إلا هو. الله الذي لا إله إلا هو الحي، هو اللي تيقد على هذه البلاصة يعمرها. وخد شي تزوج رجال ديال الكره الارضيه كاملين ويحبوها كاملين، والله لا كفاو الغالي. لهذا جاك لاكون اكتشف لا فروستراسيون سي ان دام ايماجينير، عطب في الخيال. هي راه محرومه في الواقع، ولكن الكبت كيمر تجسيده في النفس من الخيال. لا فروستراسيون سي اترافير ليماجينير، كيقول الطفل امي ما حباتنيش ملي كنت طفل، ما حباتنيش. كنقولوا له هذا كلام ديال دابا ولا كلام الطفل اللي ما تحبش؟ الطفل اللي ما تحبش راه كان عنده عامين،
واش كان عندك شي قلم وستيلو كنت كتقيد؟ واش كان عندك شي مسجله؟ واش كان عندك شي عقل اخر كيجيب لك المعلومه؟ علاش دابا نقلتي هاد المعلومه ديال الحاضر في الماضي ونسبتيها انا ما حباتكش؟ جاك لاكوم تيقول لك راه كانت واحد الخدامه كتحبو، راه كانت واحد جارته كتحبو، راه كانت واحد خالته كتحبو، علاش ما عبرش الخدامه والجاره والخاله وصمر لامه وقال لها ما حبيتينيش؟ هذا هو لا فريستراسيون، هذا هو المكبوت. المكبوت راه عنده اون فيكساسيون ايماجينير. تخيل يجي واحد ما كيفهمش هاد البنت ويقول لها وانا نقول لك باباك وماماك، معناتها اري لي هذاك التيون خشيه في السيتيرنا ديالي ونعطيك. وتخيل هي تقول له اه بصح نحيدو، اه او تحيد هذاك التيو من نفسها وتغطي تغطي عليه تلصقوا فيه بحال هكا. ايوا تخيل السيد جايب 100 مترو هز مع حياته كلها 100 مترو ديال الشغل تتمص ليه 90 الغدا يبدا يزني، الغدا خصو شي وحده تعنقو تا هو وتقابلو باش يجيب ليها. اش كتكتشف هي؟ راه كيزني، راه مصاحب، راه كيشاطي، راه كيدير الاس ام اس، راه كيدير كتعقد. ولا راه حيت حطيتي فيه التيو ديال الفريستراسيون هو الى كرو ايتر لوبجي كي بوفو كومبلي ما قدرش. حماق باش ما يحماقش مشى جاب المدد في الاول. لا اختي ما نقول لك لا لا باك لا امك لا راجلك اختي ها العلاقه بالميت الله يرحم باك فيها المرافقه بزاف. انا فيها المرافقه انت هي معطوبه غنديك تعالجي نوقف معاك نعطيك فلوس انا اختي. لا الشهاده هو اللي غادي يكون معاها بخير، هذا اللي قال في الاول. لا اما هذاك اللي باغيها حيت شاف العينين مبلقين والجمال وما عرف شنو شاف تخيلات، هذاك راه والو والو، هذاك راه لارواس لارواس. اذا دابا هي في خصها ما خصهاش تقلب تجيب العوض اللي تحرمات منه. هو راه ما جايش على شكل عوض عند ابتسام، راه ماشي كتقول لك انا بغيتو يعوضني في اللي حرمني. هي راه دافعه السؤال، ولكن السؤال راه مضرق عرق العواض. هو السؤال ينوب هنا على الخصاص العاطفي، من السؤال غيمر حبويني غير خذوني اللي غنوا الغيون. اذا شنو خصها؟ خصها الوجاء. شنو هو الوجاء؟ لا كاستراسي هو الصوم. وشنو هو الصوم؟ شنو الفرق بين الصوم والصيام؟ الصيام ما كتاكلش والصوم كتسكت. اذا خصها هذا الموضوع ديال باها وكيفاش تخلى عليها باها وكيفاش نقد عليها باها، هذا الموضوع خصو نسكتو عليه وبقاش نجبدو بقاش ندوي. ملي يجيها الالم تمشي عند ثيرابيوت، كاين معالجين نفسانيين، دير حصص، دير شويه ديال ليبنوز، دير شي حوايج هكا، هادشي كيساعدو. ماشي المساله كلها كتفك هنا، ولكن المهم فواحد البلايصات كيتعاون. اذا تمشي دير واحد حصص كذا، ولكن في المساله ديال نمشي عنده ونقول له ونواجهه ولا ندعيه ولا لا لا هنا ما تمشي عنده ما تواجهه ما تدعيه ما تقلب فيه ما والو. صله الرحيم من باب الانسانيه، لان واخا هكاك راسي لو جينيتور راه هو اللي النطفه ديالو تاسات فيها، غادي نهدي له غنبارك له في العيد عن طريق الوسيط، نصيفط له رساله، نكتب له اس ام اس، نكلف جده ولا واحد عمي ولا واحد خالي ولا واحد يبلغ باش نبقى انا في مقام الاداب والتادب. الزوج ديالها امها خصها تجاوز هذه الوضعيه. كيف هادو اللي جاو مساكن من سوريا في الحاله؟ كيف هاد جيراننا جنوب الصحراء اللي عايشين هذه الحاله؟ دابا اللي خلى مو خلى بو خلى خوتو وكيدور في الشوارع بوحدو ما عنده دار ما عنده والو، علاش ما كيبانش لك في الهديان؟ علاش احبابنا جنوب الصحراء افارقه جنوب الصحراء ما كيقطعوش حوايجهم كينتوش شعرهم؟ علاش؟ لانه تجاوز واحد الحاجه سميتها الموت، راه كان غيموت. شتي ملي كانوا قاطعين كانوا جايين راه كان كيشوف الموت بين عينه، فكيقول يا ربي غير ما نموت. هذاك هو الموت سيرفي، هذاك هو يبقى على قيد الحياه. فهو كان كيقلب يبقى على قيد الحياه، ربي نعم عليه ماشي يبقى على قيد الحياه، جابوا المغرب. فهذا يعطيه البنان، هذا يعطيه الحريره، هذا يلبسو، هذا يديه يحسن له فابور، هذا يدخل الحمام يغسل له، هذا يعطيه حويجات. هو كان كيقلب يبقى على قيد الحياه. دابا بقى على قيد الحياه ولقى نوعا ما واحد الكرم، واحد العنايه على حسب استطاعه الناس وظروفهم. اذا بالنسبه له هذا راه ماشي فوز، راه فوز عظيم، لانه هو كان كيقلب يحقق
فقط المود سيرفي يبقى على قيد الحياه. اذا دابا هي المود سيرفي عندها، الجده هذيك، الجده هذيك، هذيك اللي ربات، هذيك اللي حبات، هذيك اللي قابلات، عمرات ولا اخوات؟ واش عمرات ابتسام ولا اخوات ابتسام؟ راه ابتسام عامره بجدها، جدها راه كافيه فيها. ولكن علاش ملتفته هي لبلاصه الخصاص الاب؟ الا وان عاقده في خيالها، في التخيل ديالها. علاش جاك لاكون عبقري تيقول لك لا فروستاسيون خصنا نخرجوا بلا كاستراسيون لو سوجي من لا فروستاسيون نحطوه في لا بريفاسيون. مرحبا. واخا غادي نواصلوا باقي المكالمات معنا. اسماء من تمارا. الو الو مرحبا لاله اسماء. شكرا بزاف، مرحبا بكم، خير ان شاء الله. مرحبا بزاف، مرحبا بك، انا بزاف هاش كنتكلم معكم. مرحبا بك لاله اسماء. مرحبا مرحبا. كان عندي غير واحد السؤال، ديما كنتسنط لك وبديت كنعرف كيفاش نتعامل مع الحياه ومع الابن ديالي ومع بزاف الحاجات. دابا قرب باش نصطمو، ما عرفت زعما شنو خصني ندير، شنو خصني ما نديرش. شحال في عمرك اسماء؟ شحال في عمرك اسماء؟ انا عندي 23 عام. والوليد ديالك شحال في عمرو؟ دابا عامين غيكملها في 28 في هذا الشهر. وراجلك شحال في عمرو؟ عنده 33 عام. هذا الولد الاول ديالك؟ اه. سولتي الوالده كيفاش فطماتك؟ سولتي نسيبتك؟ سولت ولكن ما اقتنعش بداك الشيء، كيقول لي القطران، كيقول لي نهار السبت. يعني ما ويلي على القطران، ويلي على القطران كاع. شي حاجه اللي قلت عاوتاني غادي ندير نفس الاغلاط اللي سابقه ولا نتفاجر معاه. هنا 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 اختي اسماء، هذه المساله فيها جواب للانوثه ديالك. هذه ماشي فقط علاقة تربوية غندوزو رضيع إلى مرحلة أخرى، هذه مسألة فيها لغز متعلق بالأنوثة ديالك، بمقام الأنوثة عندك. فلا يليق لرجل أن يحضر هذا المقام. المعلومة عندي والأسلوب عندي، تلقيحة راه راجل المرأة. هنا بيلي الذكر اش كنسحاب؟ حيت شنو هي لا ستركتور ماسكولين شي لافا، لو كومبلكس دو ماسكولينيتي؟ شنو هي بنيه الذكرى؟ راه ماشي كتشبه بالرجال باغا تكون راجل. لا، عند العبقري جاك لاكون حب سي ان امور كي سي ترانسفورمي اون ايدونتيفيكاسيون. البنت حبات با، حبات واحد الحب هائل، عزيز عليها، حنين فيها، رعاها، كل شيء. وتيقول لك جاك لاكون خدلها في المقام ديال الرغبة من نوع حرمان. إلي أون ديسيبسيون من حيث هي كبنت، راه حاجة. من حيث البنية النفسية من لا شعور، راه حاجة. البنت كطفله راه روحها في با، راه حياتها في با. هاي الطفله، هاي ما وراء الطفله وشعور الطفله وامل وامنيه الطفله، كاينه بنيه نفسيه كتكون. البنيه النفسيه كتنادي على الاب، كتقول له قطع با، قطع با، ما قادرش نقطع با، قطع با. هو هاد البنيه النفسيه ما كيلبيش ليها النداء، ما كيجاوبهاش، ما كيقولش ليها لبيك، كيقول لبيك البنت والطفله. فتيخدل البنيه وكيلبي الطفله. هنا كتاسس بنيه الذكرى، ان امور كي سو ترانسفورم اون ايدنتيفيكاسيون. فدابا لالا اسماء تخيل حطاتني انا في صوره مثاليه وقالت ما كاينش اللي غادي يقدر يلقح ليا الفطيم اكثر من هذا الراجل. وهذا الفعل هذا ما هوش درجه، كيدوز من فعل ديال اللسان. اذا هنا لازم ما تصبر، لان هي غتلقى راسها عادفه ان يديروه معها النساء. هذيك هي الداله على بنيه الذكرى، ماشي الذكرى هي اللي كتشبه بالذكر كدير صوت غليظ وخشين، وراه هذه البنيه الخفيه جدا
مرحبا. لقنا بكم مستمعنا مازال مستمر دائما من خلال بكل وضوح. هنا اللي بغى يزيد يتعمق في لو كومبلكس دو ماسكولينيتي كنصحكم بدراسة كارين أورني المحللة الأمريكية من أصل ألماني، وكذلك إيلين دوتش. طبعا الحال جاك لاكون هو اللي بدي يعطينا التنقيطة النهائية، ولكن هاد جوج سيدات فصلوا في هاد كومبلكس ماسكولينيتي. مرحبا. واخا معنا فاطمة الزهرة مقيمة بإيطاليا. ألو. السلام عليكم. السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. مساء الخير دكتور. مرحبا. كبير لي أنني كنتواصل. مرحبا بك فاطمة الزهرة. خير. نسألك خير. دكتور. خير. أنني أنا كيجيوني حالات أنني كنكون باركة يعني في الدار أو خارجة. تيجيوني حالات أن الدقة ديال القلب ديالي تيكون مسرع. الدية تبدا ترعد عليا. نص الراس ديالي تيضرني بزاف وعنقي. الطبيب ديالي تيقول لي هادو أعصاب. عندي انتفاخ في ما بين الركبة ديالي والفخذ ديالي. الطبيب كيقول لي عندك أعصاب، عطاني مقاطي وأنا متأكدة أن هاد الشيء اللي تيجيني ماشي أعصاب، هو تيقول لي الدماغ ديالك اللي تيعطيك إشارات أنك أنت كتحسي بهاد الشيء. وأنت كتقول متأكدة بأن هاد الشيء ماشي أعصاب. ماشي. زيد كمل كمل الجملة كمل الجملة. من اللي ماشي أعصاب شنو رأيك؟ يعني أنا من ناحية الدراسات اللي قريت وشفت في الانترنت وشفت شكيت في القلب. الله. وكنحاول أنا نتواصل معك باش نعرف هذا الشيء واش أعصاب كما قال لي هو كيعطيني مهدئات باش نتهدن. بقى ما عرفش شنو هو الحل. ألا وعلاش ما مشيتيش عند طبيب القلب؟ ملي تمشي عند الطبيب ديالي تيقول لي ما محتاجاش. لا سير عند طبيب القلب قول له دير لي أمبيلون. شوف كتجي للمغرب مرة مرة. دابا 3 سنين ما مشيت. يلا غادي نمشي ان شاء الله. ملي تجي غنخلي لك رقم الهاتف ديال واحد الاختصاصيه في القلب في الدار البيضاء. انا غادي نطلب من ستوندار يخلي الهاتف ديالك وخلي لي من الايميل ديالك دابا نيس، وغادي نعطيك العنوان واحد الاختصاصيه القلب في الدار البيضاء، وغادير لك واحد البيلون ديال واحد البيلون خاص ديال لو سيستيم سونترال باسيف. هذا واحد البيلون كتعرف له واحد الاختصاصيه الله يجزاه بخير. غادير لك واحد التمارين وغادير لك واحد الحويجات وغادي ان شاء الله يجيب الله تيسير يعني على يديها. ولا عليك ان شاء الله. انا حتى شفتي يمشي ليا ملي تيجيني هذه الحاله. لا ولا عليك ولا عليك. شتي هما شتي اللي متصلين. علاش سميتو لو سيستيم نيرفو سونترال؟ هو نيرفو. اذا هاد الاختصاص اللي مشات عنده راه على بال مشى لو سيستيم نيرفو سونترال. غير هاد الطبيبه اللي غنصيفطها عندها اختصاصيه القلب غتمشي لو سيستيم نيرفو سونترال من القلب والشرايين، غتمشي له من هاد البلاصه. دونك هما بجوج راه على بال. لا هاد السيد اللي مشات لعندو اللي دواليها على الجهاز العصبي راه حتى هو عنده الحق، غير هو جا من لو سيستيم نيرفو من الدماغ ودخل للسيستيم نيرفو. هاد الطبيبه كتمشي له من القلب وكتدخل لو سيستيم نيرفو سون حيت ما متصلين. اذا هنا غير المدخل، اما هو راه غيلقاو نفس الريزولتا ان شاء الله. انا خلي لي الهاتف والايميل ديالك وراه غادي نعطيك العنوان ديالها والمسائل ديالها. دخل المغرب زورها ان شاء الله غتشوف. الله يجيب تيسير ان شاء الله. تحيتنا ليك ولكل الجاليه المغربيه المقيمه بايطاليا. تبارك الله على بال تبارك الله مزيان الناس. نواصلوا باقي المكالمات. معنا مريم. الو مريم. الو. واخا ناخذوا مكالمه اخرى. ريتما نتمنى ان مريم ترجع تواصل معنا. الو. شكون المكالمه اللي معنا؟ سناء من مراكش. واخا. الو سناء. الو اختي سناء لاباس؟ الحمد لله الله يبارك فيك. مرحبا سناء. كلشي بخير. الو مرحبا لاله سناء. اهلا سي الدريبي لاباس. مرحبا بك. مرحبا بخير. لاباس. انا كنت اتصلت بك شحال هذيك كنت عاودت لك اللي قلت لك طامعين في بعضياتنا وخنيتنا خرجت فينا عقلتي. نعقل ان شاء الله. نعقل نعقل. المهم كي داير لاباس؟ لاباس بارك الله فيك. اهلا سناء بارك الله فيك. عاودت لك على مشاكل مع راجلي. قال لي العنف عدلت عليهم زعما على دارهم. اييه.
عقلت عليا دابا. قلت عليك ربي يخليك. مرحبا. قلتي لي المساعدة اللي زعما عطيتيني قلتي لي حيدي العنف. وجوج حوايج ما فهمتهم. قلتي لي واحد العلاقة وجبتي اليوم وفهمتها. قلت لك جبتي اليوم وعيطت قبيلة وقلت غادي نشد ليا وضربت واحد الزوكة. الله ينجيك عم شوي عليك وانا مبغيكش تهرسي ياو. بسم الله عليك شوي عليك. وصافي المهم حنا باقيين في ديك المنوال باقي ديك هو ملي ما بقيتش كنجاوبو داك الشيء كيبقى يسب ويعير فيا ما بقيتش كنجاوبو راني تضغطت بزاف ما نكذبش عليك هاد الاونه الاخيره تضغطت بزاف 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 ما نكذبش عليك لا حول ولا قوه كي عندي الشغل في الدار كيخلي لي الدار بحال مع كيخدم داك الشيء حتى بزاف تيديرها في الدار وانا عييت الدار مني شغل الدراري ما كيخلينيش حتى نخرج نفوج ولا شي حاجه عييت أقدر ما عرفتش اش ندير. الله الله ندوخكم معايا ولكن لا لا ما تدوخيني برو الا مرحبا مرحبا. وانا كنشوف راه كيصبروني هاد المشاكل بعدا اللي كيدوزو في الراديو كنقول راه انا بعدا شويه شتي الحاله عند الناس والله العظيم كبقيتي بعدا مشات البنت اللي شتي الحاله قتلاتني البارح قتلاتني والله الا اثرت فيا قتلاتني تاثرت بان ليش عاودتها في 11 وحق الله الا ما جانيش باش تسمع في 2018 ما يبغيوش الانثى ما يبغيوش البنت مالك شنو هاد المساله هاد هاد العقل حنا باقيين فيها حنا دابا اللي مجوجين حنا حتى حنايا عايشين نفس الوضع عم تيقول لك براس كي بغيتي انت الاولى صبري ولا شوفي اش غادي ديري غير باقيين فيها حنا ماشي غير انا بزاف الناس كنعرفهم عايشين نفس الوضع نفس الوضع بزاف العيالات عايشين نفس الوضع يا الله الله يربي الله اغلبيتنا عندنا والله الا شي بعدا سته ولا سبعه ديال العيالات اللي كنعرفهم بحالي كاع عندنا جوج الاولاد ما عرفناش اش ندير وحده كيشرب يجي يحيح على راجلها انا ما عنديش الشراب ولا اني عندي عقوستي اللي قلتي البارح عندها واحد بنيه حربيه كتقتلنا ما خليت ما درت معاها الخطر الرشوه بالكادوات الكلام الحلو وكما ما جي انا نجيها من هنا وهي تجيني من هنا ما عرفت عندها بنية حربية ملف القيت تبع عليك البارح ملي قلت لها وهي طيح ليا في بالي وهي توقف عليا وقفلت عليك ديك الساعة لا حول ولا قوة وقفت كنضحك مع دماغي انا الله الحمد لله شوف الجوزة واتاي الجوزة فاتاي باش ترخى الجوزة فما تكثريش الجوزة بزاف عا شوية عايش فيها الهدانة الهدانة الجوزة فاتاي والمشكل ديك السيدة ما عرفتش ما كتحملنيش لا لا ماشي ما كتحملكش ما عندهاش فين تحملك هي فعلا راه ماشي ما كتحملكش راه ما عندهاش فين تحملك ما عندهاش حيت مسكينه حتى هي حسن عوانها كيفاش طبرت ربات وكيفاش كبرات وكيفاش تزولات كيفاش ولدات وشيخي حتى هو ما كيعملهاش مزيان يالله الطريق اللي غادي اللي دار شيخي مع عقوستي هو اللي غادي معاه نيت راجلي يالله ما كيصرفش عليها حتى انا ما كيعطينيش ما كيعطيهالو واش غنقول لك اودي والله كنخطف منه فلوس بالكيفه لا حول ولا قوه شوف ضحكين لسانا ضحكين قلت لك ضحكين اش غنقول لك النوار الله الله يقويكم الله 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 يقويكم امين الله يقويكم والله الا منا عذاب صراحه راني عارف لا واش انا ما عارفش الواقع هاد المغاربه منا عذاب صبرتني وحده ثاني اتصلت بسيده النساء قالت لك مراه كبيره وكيهرس ليها وجهها اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فعلا كاين مشاكل والله العظيم ولا كاين واحد بزاف بزاف ديال المشاكل بزاف مضغوطين صراحه الله 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 مازال كاين اللي كيخليها تخرج وتفوج انا ما عندي لا عائله لا والو هنا جاب الله بعدا رحنا واحد السيده راه عطاها لي الله ساكنه فوق مني تتحن عليا بحال الوالده ديالي وتتهضر معايا وداك الشيء الحمد لله ربي ما تيسدش جميع الابواب الله 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 اللهم لك الحمد وليداتي بخير بعدا ما بقيتش كنضربهم وليت كنقول لي بغيتي تقرا هو هذاك ملي بعدت منه لقيته عاد ولا يقرا ما ديك هذه كتجي لي في دماغي كنجلس نهضر بعدا هذه نصيحه لكل ام اللي عندها المشاكل مع راجلها تبعد من الاولاد يقرا ولا كاع لا يقرا ما سوقهاش فيه الله يرضي عليك النهار اللي غادي يدير عقله في راسه يكون غير مكالمي في دماغه غادي يقرا يجي هو الاول الله يرضي عليك هي كتحك الكتاب ملي كتحك الكتاب كتخيل جميع السينتا ديال المشاكل كتجيها بغر انفاس مع عينيها كتبقى باط 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 اللهم الله ينورك الله ينورك هذيك الصفر وراك برك لي عينيه ولا الله يرضي عليك الله يرضي عليك الله يرضي عليك
كندير وانا نقول عرفتي اش غادي يجيك مليح. انايا بغيت نعطي تسع لولدي ما بغيتش نخرج قلت لي قاسم عليا عطيتو المخال ما جاوبتوش الله يرضي عليك انا عارفه اش كندير بغيت دير لي السوع شوف شي وحده اللي قادره انا ما قادره الله يرضي عليك الله يرضي عليك وكنشرب ندير الحوايج اللي لازم عليا الله يرضي عليك الله يرضي عليك الله ينور بيك الله ينور بيك ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. شتي كاين واحد الامر اللي بغيت ننبه اختي سناء ليه. شتي النبره ديال صوتها النبره ديال صوتها صبيانيه. هاد تصابي كيجعل المراه يتزعط فيها الرجل. شتي هاد المراه اللي كتكون في النبر الصوت ديالها صبيانيه رجلها تيجعل عليها تيكون مهايج عليها وفي نفس الوقت ما تخدمهاش. هذا هو خص ذكاء من نوع اخر تعاق بالنبره اللي هي فيها طبيعيا تعاق بها وتحافظ عليها تستعملها لانها كتجيب لها رجلها كتهيجو كتبقى هذيك كتبقى واحد الغرام كيبقى الجمر موقد ولكن ما خصهاش تبقى فيها دائما لان ملي هو غيقضي الحاجه ديالو ويشبع منها غيبدا يشوفها ما تتعرفش غيبدا يظنها بانها عقلها صغير غيبدا يخاف انه يضحكوا عليها ويستدرجوها ويجيبوها لشي بلايص ما هياش فهلاش غيدير غيحوط عليها وغيخنقها باش يحميها هو عن خوف شي لو كانت عارفة هاد النوع من الذكاء العاطفي تلعبه كانت غتحافظ على هاد النبرة الصبيانية اللي في صوتها شي كيفاش كتنتقل الحروف الحدة باش كترفع الصوت الرقة باش كتحط الصوت هذيك هي النبرة الصبيانية شتي مشات تتعاود تسمع لنفسها سنة عاودي سمعي كيفاش دويتي معايا وكيفاش كدوي تصنت لصوتك غتلقى كدوي بحال اللي كدوي هذوك البنيات اللي عندهم 15 14 13 كيديو بحال هكاك عندهم صوتهم تيكون مجهد رقيق وتيشدوا الكلمه تيرسقوا عليها بالصوت. المراه الخاتره ما تديرش هذيك الصوت في هذيك الحده ما كترققش هذاك الصوت كتغلط صوتها ولكن كدوي دافيه. شتي ما حدها هي في هذا المقام ديال الصبيه هو راه مغروم فيها ولكن راه مخلوع عليها. اذا خصها تعرف فين تخدم بها وفين تحبسها. الوقيته اللي هو يشبع منها خصها تحبسها وتبين الحل الاخر خاطره اللي كتخرج الكلام دافئ اللي كتخرجه موزون باش كتبين انه هذا الحل اللي انت كيغرمك فيا راه انا كنصنعو لك اللي هو في الحقيقه راه هو حالها الحقيقي غير هو ما غيفهمش انه هو حالها الحقيقي. خصها تقول له شتي هذا الحال الحقيقي هو هذا. دابا هنا غادي نديرو استدراج غتقول له شتي هذه الثقيله الدافيه اللي كتشوف راه هي الحقيقيه ولكن حيت انت حبيبي وعزيز عليا كنصنع لك هذه الصبيه. اما حقيقتي راه هي الثقيله. شتي هذه الثقيله الخاتره ملي غادي تجيب صوتها بحالها هي اللي تيقولوا عليها العربيه المراه. راه مع راجلها وراجل مع الرجال. هذيك الاخرى هي اللي غتبقى مره مره تضغط باش تخرج للسوق تضغط باش تقضى حتى غادي تبقى تجي الاخبار انه السيده دغريه كذا وكذا وكذا. هذيك النقله من الصبيه لهاد المراه الخاتره في الحال ديالها خصها تدرب عليها. دابا هي راه مستمر عندها الحال الصبيه وهي راه مراه خاتره راه كتعرف تدبر امور ولادها راها واعيه شو كيعرفها تتبعد. قالت لك انا والله ما نبعد من ولدي. هذا هو الذكاء. اما احسن يكون سليم البنيه ولا قاري ومعطوب البنيه. الا جينا نختاره نفضل انا شخصيا سليم البنيه ولو يكون قارع شويه. اما اش ربحنا ملي غيقرا ومعطوب البنيه ما كاينش الحشيش ما كاينش كاين صحه نفسيه مشى لنا كلشي. احنا بغينا نجيبو بجوج يكون سليم البنيه وقاري متكون. ها هي فهمات هاد البلايص هذا لها الوعي كاين. ثانيا لاحظ ملي دوات على نسيمتها دوات بالبسط. اي شخص قدر يبسط من مشاكله هذاك هو اللي غيحلهم.
شتي اللي خانقينو مشاكل ما كيقدرش يبقى فيغ لوطو ديريزيا، كيقدرش يبسط من مشاكل، كيقدرش يستهتر بنفسه، كيقدرش يستهزأ بشكل الفكاهة، يجعل نفسه مثال فكاهي لنفسه ويشد فراسه باللغة ديالو بأفكاره بأسلوبه ويضحك يضحك على حالته على وضعيته يبسط فيها. اللي كيكون ملتحم ما بين الواقع والفكر ملاصقين فيه هذاك ما يفكش، خص يكون مسافة باش يمكن لك تستوعب واحد الحاجة، خصك تكون بينك وبينها مسافة ما تكونش لاصق فيها، إذا كانت لاصق فيها ما تستوعبهاش. هي هاي استوعبات مقام ديال سيبتها، ولاحظتي ملي قلت لي ما كتحملنيش ذكية تبارك الله ما عندهاش فين تحملك ويتفهم قالت لي راه كيف دار معاها راجلها كيداوك اما غنلوموش حتى ثاني الراجل، الراجل حتى هو راه معطوب من موبا راه شي عطب شي عطب شي عطب شي تلعن موش كنلتمسوا الاعذار لانه ما مرحبا. معنا حنان من سلا. الو حنان. الو الو حنان. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمه الله. نهار مبروك هذا في الحقيقه اللي تشديتوا ليا. مرحبا لاله حنان. مرحبا. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام ورحمه الله. مرحبا اختي حنان. مرحبا بك. الله يحفظكم بارك الله فيك. انا ما بقاتش تشد لي، اول مره كنعيط. مرحبا. جات لحسن الحظ سبحان الله العظيم. مرحبا سبحان الله العظيم. الله يكبر فيك بارك الله فيك. شكرا سيدي. شكرا الله يجازيك بخير. انا حنان من سلا، العمر ديالي 45 عام تبارك الله. عندي جوج مزوجه وعندي جوج عندي بنت وولد. البنت عندها تقريبا تكمل 20 عام. والولد تقريبا توا قريب يكمل 16 عام تبارك الله. المهم غنقول لك زعما زوزنا شي حياه اللي مستقره ضروري من المشاكل واعباء الحياه. الله الله. ولكن الحمد لله مشكله دابا حنا الكبار راه كنتحملوا، ولكن كان ولينا كنخافوا على ولادنا دوك المشاكل اللي ياثروا عليهم. بحالاش بحالاش. المهم دوزنا خصوصا البنت، دابا انا عندي المشكل مع البنت بالخصوص، مثلا الولد باقي ما باينش فيه شنو المشكل. دوزت المهم واحد الفتره في حياتي، في الاول كنت ساكنه مع دار راجلي، المهم مع العائله ديالو وقعوا بزاف ديال المشاكل بزاف ديال الضغوطات، هو كان ديما سلبي ما عمره ما كان كيساندني ملي كيوقع شي مشكل، ديما عنده هو تربى مع هو عنده واحد الخوف من الاب ديالو سبحان الله العظيم، واحد الهيبه يعني واخا تكون شي حاجه اللي نكون انا مضروره فيها كيقول لي انت صبري المهم باش هو ما يدير الخاطر الاب ديالو والام ديالو. المهم انا مع ذلك كنت كنقول ماشي مشكل، داك تربينا حنا في اسره اللي كنحترموا والدينا اللي كنقدروا الناس اللي كبار منا، اللي كنقول ماشي مشكل ماشي مشكل، ولكن كانوا كيوقعوا شي حوايج اللي اثروا يمكن من بعد على ولادي، لدرجه انا البنت تربت خصوصا البنت اللي تاثرت بزاف، لان كنا باقيين ساكنين معاهم منين تزادت. يعني البنت وقعوا شي حوايج اللي كانت كتشوفهم يعني كانت كتسمع كانت لدرجه انها حتى في الغوات نعطيك غير مثال مثلا. كانت البنت كتستبات بعض المرات شي ليله كتغوت في الليل، الصباح كينوض الاب ديال راجلي كيقول لي وهاد البنت ما خلاتناش نعسو وكيبقى يصاوب، كنقول له انا واش انا كرهت؟ راه ما كرهتش. المهم ما عليناش، المهم داز شحال السنين وداك الشيء، المهم الحمد لله ما حاولنا نبنيو حنا حياتنا نديرو الاستقلاليه ديالنا، ما بقيناش معاهم خرجنا، المهم بقاو المشاكل من بعد، ولكن المهم ما عليناش. دابا البنت عندي كدير دوزيام اني في كلاس تريبا، وليت كنشوفها يعني هي بغات بحال بغات واحد الحريه مطلقه. ما تهضري على حتى شي حاجه، ما تقولي حتى شي حاجه، ما عرفتش انا داك الحريه اللي كطالب بها ملي كنهضر معاها دغيا كتبدا تبكي كتقول لي انتم ما خليتونيش ندير شحال من حاجه، انتم دوزتوني من ضغوطات، يعني بحال كتلومنا حنا على داك يمكن داك الطفوله اللي عاشت. ومع ذلك انا بعض المرات كنقول لها وبنتي يمكن حنا خطانا يمكن، ولكن هذا ماشي الدافع انك انت تلومينا، هذا الشيء اللي بغات الظروف الوقت جابت لينا، انا براسي يمكن راه ما كنتش عارفه منين دخلت لهذه الحياه ما كنتش عارفه بزاف د الحوايج، تصدمت في واحد الواقع اللي انا ما عرفتش ليه. المهم كنحاول نردها زعما بشي طريقه صافي. المهم لا حنان، ملي كتقول بنتك كتقلب على حريه مطلقه، اعطيني مثال، اعطيني بعض الامثله. مثلا بحال دابا في الاول بدات لي غير باللباس،
فأنا كنت ضد أنها تلبس شي حلو شي لباس هكا تلبس لباس اللي ماشي محتاشم يعني تلبس سروال مقطع ما كنت كنكون. ومع ذلك كنقول الجينيراسيون ديالهم كلهم بحال هكا ماشي مشكل يعني بديت كنفتح لي هذاك الباب كنقول لها ماشي مشكل من ناحية اللبس لبسي دابا دوز كنقول هذه الفترة ممكن غدوز شوية واحد شوية بدات كتقول لي بغيت نصبغ شعري واخا قلت لها ولكن واحد الحدود أن شي الوان بدات كتقول لي شي الوان يعني هي كانت واحد الفتره كانت مأثره بديك الكوريين وداك سميتو يعني كتشوف داك اللوانات اللي كيديروا كتقول لك بحال دابا تجيب لك شي موف ولا شي كتقول لي هذا اللون بغيت هذا كنقول لها لا ما يمكنش هذا لا يعقل انك تخرجي بالزنقه ما غيحترمك حتى حد يعني راه حتى الاحترام بلا ما نمشيو حنا لشويج اخرين راه الاحترام ما غيحترمك حتى حد لا شافوك بهذا الوضع بهذا سميتو. المهم ما عليش كانت بحال صافي مني كتشوفني ما ولكن مؤخرا الحاجه اللي قلقتني انا وبغيت علاش نتشاور معك هي ان مؤخرا جات قالت لي راني بغيت نمشي نراجع مع واحد الولد في داره ومع هي دابا كدير كلاس بخيطة وساكنه في الداخليه ديال المدرسه وقالت لي راني بغيت وجات تشاور معايا غير انا جيت انا قلت لها وهذا راه ماشي هذا جيت انا ما جاوبتهاش بقيت واقفه كنشوف قلت لها شي بسمه اجي نقلبوا السؤال انتيا نديروك بانك انت هي الام وانا البنت واش انت غتقبلي هذه الوضعيه؟ قالت لي وتا نكون ام ونشوف هذه الوضعيه واش قلت لها حنا المجتمع ديالنا ولا ديننا ولا تقاليدنا ولا حتى شي حاجه ما كترضى هذه الوضعيه انك تمشي تجلسي مع الولد ما كنعرفوش عائلته وتمشي تجلسي معاه باش على واخا نقولوها حنا الهدف راه هو القرايه ولكن حنا ما عندناش هذا الشيء في المجتمع ديالنا يعني بدات البنت ما عرفتش انا كيفاش شنو واخا اختي حاضر نعطيك رايي في هذا الموضوع دابا شويه مرحبا ونزيد كدكتور ان المشكله اللي زايده هي ان حتى الاب ديالها ولا بحال مؤخرا ما عندوش معتقد ما كيامن بحتى شي حاجه وهاد القضيه ماشي كيخليها لراسو ومخليها لراسو مستوره لا تيخرجها للعلن وتيقولها زعما الولاد كيقولها الولادو كيعرفوها ولادو وداكشي يعني انا هاد القضيه ما بقيتش حتى كنبقيتش عرفت كيفاش نتعامل مع واخا اختي حنان تحياتنا لك حنان شكرا لك بزاف على تواصلك معنا مرحبا مرحبا بارك الله فيك تحياتنا لك مرحبا الله يحسن العون الله يحسن العون. دابا القيم في البيت الاشياء اللي ولادنا غيتربوا عليها وغيوقروها وغيحبوها وغيحميوها هاد القيم كيفاش حنا كنمروها لولادنا في البيت وشكون اللي كينوب شكون اللي كينوب ويدخلها لوليدات مقام المحبه بالدرجه الاولى مقام الأم ما معناتهاش بأن الأب ما كيحبش حتى الأب كيحب غير هي مألوفة ومعروفة عند ولادها هو عاد غادي يدير له تعريف والولف فالأم كتمرر ولادها بالمحبة القيم مع الحليب اللي كترضعهم فاللي عاش مع ولاده من جهة الأم بطبيعة الحال الأم عاشت مع ولادها واحد المرحلة ديال المحبة حباتهم وحبوها الأم ما غتلقاش صعوبة في أنها تحبب ليهم القيم ديالها لأن القناة اللي كتمرر القيم هي المحبة حل الماء كل لحوف منه العود خشب العود كيهزو الماء تينقلو كيديه من بلاصه لبلاصه كيوصلو دابا ملي كيكون الخوف كتكون الام حامله قيم وكتامن بواحد القيم عاشت واحد القسط من المحبه متقطع بسبب ظروف وخايفه على القيم اللي كتامن بهم وخايفه على القيم اللي كتحبهم وخايفة أن ولادها ما
ما يحملوش تلك القيم، اشنو اللي كيولي الناقل؟ المثال الاول كانت المحبه هي اللي كتنقل قيم من الام للاطفال، اللي كيولي الخوف شنو تيولي؟ تيولي ما يسمى عند العرب التوجس. التوجس هو واحد الخوف شديد كيولي صاحبو تيتحسس اي حاجه، كيتحسس واش تبقى مسلم، واش تبقى مسلمه، واش انتي مغربيه. مول التوجس، لان هو الخوف هو اللي جابو التوجس، كيولي كيتحسس وتيقلب صغيره وشادو الفده كيفتش فيها. شتي ملي كيدخل التوجس ما كيبقاش، شتي مازال ملي كنتي خايف على ولادك، راه الخوف على ولادك والخوف على القيم انهم يحملوهاش ولادك، هنا الخوف راه كنايه مجازيه كتنوب على المحبه، لان حنا اللي كنحبو تنقولو خاف عليه. فالمرا كتقول لك راجل ما كيبغينيش لان ما كيخافش عليا. اذا حتى في مقام الخوف في الدرجه الاولى راه كيفهموه الدراري، واش تي الوالده راه كدير لك هكا وكتمحنك وكدير لي هكا وكتمحني راه حيت كتخاف عليا. راه مازال هنا الخوف ناقل نوعا ما كينوب على المحبه. اما اللي كيدخل توجس، توجس غيدمر، هو خوف شديد كيولي صاحبه كيتحسس كيفتش كيقلب كاع صغيره وكيرتقب شي 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 كارثه تخرج. علاش غيطرا؟ كتمر الام بلا ما تشعر من مقام حامله القيم الى حاميه للقيم. فرق ما بين حامله للقيم وحاميه للقيم. حامله راه بحال اللي كانت حامله في كرشها، حامله بالرحمه ووضعه بالرحمه ورضعته بالرحمه ومشاته على ما تمشي بالرحمه وتلقاته يلعب بالرحمه وداعباته بالرحمه. حاميه راه بالسيف، حامي راه عنده عصا، عنده سيف، عنده سلاح، يمكن شي واحد يحمي واحد البلاصه بلا سلاح. اذا التوجس وحاميه، اذا كاين هنا سلاح، كاين هنا ضرب، ماشي ضرب بالضروره جسدي، ضرب بالمراقبه الشديده. هنا اش غيولد؟ النفور. اش غيولد؟ النفور. اذا دابا هنا الام في حيره، الا بغات تكون حامله القيم خصها ترجع المحبه، وباش ترجع المحبه خصها ترجع الطمانينه. باش تكون حامله ما تكونش النفور، حاميه راه خايفه، راه لا ابو ام خرج الظفر والنياب واقفه في الباب ومخرج عينيها حمرين وبغات بغات تلح بغات تشرق. اذا كي غنحبسوا الارتباك؟ كي غيحبس؟ من يتوكل على الله فهو حسبه، من يتوكل على الله فهو حسبه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من هو اقوى الناس؟ يتوكل على الله. شنو هو التوكل؟ هو كتهز يدك على الشغل، هو مغامرة، مغامرة. سيدنا نوح ملي ركب سفينة صاقها، بس صاقها بحال اللي كيسوقوا الربان ديال السفن اللي كنعرفوا، واش صاقها لا سنة طوفان، راه الموج الجبال ديال علود الموج، اش غيصوق؟ سد علو المهب ودخل وبرك وقال بسم الله وجراها ومرساها ان ربي لغفور رحيم، مشى برك صاقها مولاها. شي توكل ولا سفينه ما صاقهاش فيسوق؟ لا في غاتسوق، انت ما عندك لا موتور لا والو، عارف خشب مسدود قاد سول سد، مشى برك مع المخلوقات الحيوانات اللي دخل، مشى شد واحد الركوينه لهيه وكيسبح وكيصلي وكياكل وسد علو كلشي مع مريح مع هذاك المخلوقات داكشي مع الناس اللي امنوا به، وشنو قال؟ بسم الله وجراها ومرساها ان ربي لغفور رحيم.
حتى حل شريجم لقى داك الشيء هدن، لقى الشميشه سرقات، بانت له واحد طلق واحد الحمامه رجعت له بواحد الغصن ديال هذا، عرف بان الارض قريبه باش تبع هذيك الجهه، لقى الارض نزل صاك شي حاجه. علاش سميتو ربي؟ كيربي شي دابا. هذه ساعه الحقيقه ديال الحال، دي ساعه الحقيقه ديال عرفتي باش الانسان يوصل لهاد البلاصه مع ولادو ويهز يدو. ايوا بالخوف. ايوا والله ما كيقدروا، خاصة الأمهات الله يحسن لهم، تقول لك ويلي غتمشي ودير وتفعل دابا تهزيدها مثلا توكل على الله، يعني من جهة الأم مع الله دي علاقتها مع الله، بحال دابا في الواقع واش تهضر معاها مثلا تبين لها غير القيم كقيم زعما مثلا كبار وتخليها مثلا تفوض أمر الله؟ النصيحة تطلب، النصيحة ما غنقولش لبنتي اش ندير، غنخلي بنتي تجي تسولني، ملي غتسولني البنت وهي واخده القرار ما غنجاوبش حيت راه القرار واخده. الا جا واحد سولني واخد القرار، اذا ما غيديرني انا غير دار عذر ادبي باش يبرر بانه راه استاشر والقرار مخوض. اذا ملي قال لك انا واخد القرار، مثلا انت الشتا كطيح والحال ديال البرد والضيفه عندنا وشويه وقفتي وجمعتي حوايجك وشمرتي وقديتي وقلتي لي واستاذ وانا وان شاء الله ياك نمشي ان شاء الله انا غنمشي، وانت راك جمعتي حوايجك ودرتي كلشي المشيان، ما بقى لي فين نقول لك ما تمشيش راك غاده. اما انت باركه وكتقولي لحبابك واش واش نباتوا ولا نمشيو، وانت باركه وغنقول لك ولا لا سنوات شتا والحاله كافي غتمشي وباتوا. اما وقفت وقاديت وشتر كلشي ونمشي واش نمشي ولا نمشيوش، وراكم غاديين راكم مشيتوا صافي راكم جمعتوا كلشي وديتوا وباتوا. بقى لما الواحد تيبان لك خد القرار كتشاور معاه كيفاش غتشاور عليه، راه خد القرار. الادب هو تستاذني، هذا هو السؤال، السؤال راه استئذان، انت تاخذ القرار كتجيب السؤال فيه فراغ، بلاصه القرار فارغه، هذا هو الاستشاره الحقيقيه، ما كتاخذش قرار كتجيب السؤال باش تاخذ استشاره. كيعطيك الانسان استشاره كتعبرها كتاخذ منها كتضيف عليها كتقادها وكتوضعها في موضع القرار. اما الا خديتي القرار وباغي التنفيذ صافي راك غادي للتنفيذ وجيتي دير غير الاعذار، فاش غيفيد ان الانسان يقول لك رايه فاش غيفيد؟ اذا هنا واحد السؤال كطرحو لالا حنان كيطرحوه كاع الامهات والاباء، وكيفاش نقوم ولدي؟ واش نخليه يغلط وهو غادي يغلط؟ سؤال واش انت قادر تقومه؟ سؤال واش قادر تحميه ما يدخلش الحيط؟ واش حال غتبقى تحميه ما يدخلش الحيط؟ واش صالح له ولا ما صالحش يدخل في الحيط؟ واحد الاب انتو يلا كملت قريت هذا الباك كملت 19 عام غرمات في واحد الشاب غتزوج، جات قالت لماي ترى الشاب اللي معايا دراسة في الفلانية راه غنزوج. الدري مسكين ما قاد على زواج ولا شي حاجة، والبنت ما قاد لها على زواج ولا حتى حاجة، ولكن صافي تلاصقوا شادوا. البنت كتقول لامها راه إلا ما خدوش نزوجوا غنهرب ونمشي معاه. فها سولت ولي أستاذ نقول له أستاذ البنت راه مشات صافي خليها، قال لي غتخرج في حيط، قلت له لازم تخرج في حيط، قال لي ولا تدمرات، وقلت له تدمرات واش غادي نديرو حياتي؟ قلت له قولها البنت، قولها بنتي بغيتي تاخدي درس غالي غيكويك ويخلي فيك الاثار وعقلي على قرار، قالوا لها العرس زوجوها ست شهور حماق صدها دخل العقل. جات واحد الليله عندهم بالبيجامه من الفراش هاربه وهي تبلغ 20 عام، ست شهور من 19 ولا عندها قريب 40، ولات لا شي عقل ولات شي فهامه
ولات ما تشريش حك ديال ياورت تشاور ست شهور ديال الدرس. حيت لاله شكون هو اللي كيستافد من النصيحه المعنويه اللي كدوي معاه بالكلام وكيستافد؟ شكون هو؟ الملقح المقفل المبني على الصح بالصالح، هذا هو اللي غادي يتكلم معاه وغينال النصيحه بالمعنى. هذو هما ويتلو عليهم اياته، تلاوه الايات كتعطيك موعظه غير بالمعنى. راه كاين اللي غيتعظ بتلاوه الايات وكاين اللي ما غيتعظ حتى سوف يرى الايات. قلت على شعارنا 2018 سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم، سنريهم غنوريهم، ما بقيناش تلاوه الايات. تلاوه الايات كيقرا عليك قصه، كيقرا عليك موعظه، كيعطيك حديث، كيعطيك عبره. سنريهم غيركبك في السياره ويقول لك ما كتعرفش تسوق، كتقول له كنعرف نسوق، ويقول لك سوق وتبقى غادي ب 10 كيلومتر ب 20 ب 30 ب 40 وغتعجبك السرعه وغتدخل 50 وغتدخل 60 وغتعجبك السرعه وغدير 80 وغدير 100 وغيجيك واحد الفيراج ما تعرفش تدخل ليه، ما تعرفش تريكور راضي، وغتقلب بك الطونوبيل اربعه ديال التقليبات وغتضرب لك في واحد الشجره وتلاح في واحد الحجره وغتخرج وغتلقى رجلك فوق قرفاتك ويدك ورا ظهرك وسنانك قدامك. نوفجيا تعلمت سوق، حيت ما غادي يمكنش اللي مشاو له سنانو وطردقوا له ضلوعو ومشات له رجلو نوفجيا يسوق بحالك. نوفجيا غيسوق نح شويه عليه. انا من الناس اللي كنقترح على الحباب اللي مثلا يديروا خروقات في السير سوق بهمجيه وهذا، انه ندير واحد الباركور، باركور في واحد البلاصه ديالو نيت ونهرسوا له ضلوع بنفسه هو بوحدو. قولوا له هاك دابا انت شداتك الرادار ودرتي كذا وكذا، مزيان غتمشي معنا للمدرسه الفلفليه، واحد المدرسه ديال بيرمي كيمشيو غير لي كاسكادور، نجيبوهم من امريكا ولا نجيبوهم من الناس اللي فيها لي كاسكادور، ونقولوا لهم ديروا واحد باركور الكاسكاد وركب يلا سير. هو غادي وجا واحد الكمي ويعطيه باق ويلوحوا الطوموبيل ديالو ثلاث دورات، هو غادي ويلوحوا له الزيت ونطردوا له البنو باق الطوموبيل بطبيعه الحال ما يقدروش يديروها لان هو عنف وهي راه خصها دار. امريكا فين دايرها؟ دايرها في هذيك لي كورس دو فواتور اللي كيجيريو بالسرعه اللي بغاو يضربوا كيف ما بغاو، كيبغي لك الطوموبيل تلاح في السما سابقا الدور دايرها ولا ما دايرينهاش؟ اللي بغا يدخل يدخل يسني ورقه ويدخل. في امريكا شحال واعرين دخل بغيت تعرف الصوره يلا دخل، يسحب راسو متمكن لقيت كيلقى راسو طاير. اش بقالو؟ يشهد ويسال دقه تجي. ما يمكنش تحمي الانسان كثر ما يحمي نفسه، ما يمكنش تحميه كثر ما هو ما باغيش يحمي نفسه، لانه شحال قدو غير هو باغي ادي نفسه وانت باغي تحمي نفسه. ما يمكنش، اما غادخلوا الحبس اما غادخلوا المستشفى اما غاتسد عليه. انسان حر، انسان عنده حريه، خصو يختار سلامه او يختار كاين اللي كينتحر كاين اللي كيقتل راسو. ايوا تحميه حاضي حاضي واحد النهار تيمشي كيتلاح مشي قلت ولا كيدير يلاه غادي تحمي. هو حر، هذا هو الخاصيه ديال الانسان حر. اذا خصني نوقف راسي خصني نحبس، خصني نقول هنا حدي، هنا حدي. الرغبه ديال الام وخوفها والحاحها كتبغي تفوت حدها، وملي تفوت حدها ما كتبقاش حامله كتولي حاميه، فكتفعل واحد الرغبه ديال ان بنتها تضاد معاها لان شافت فيها حاميه، وهي كان احسن تبقى حامله. الحامله هي تقول لها شوف بنتي انا راني متاسفه وانا راني متحسره وانا خايفه، واش غادي نقول لك بنتي؟ الله الله نديرو مثال، هاد البنت مشات تقرا في فرنسا غتمشي لعندو للدار ولا ما غاتمشيش عندو؟ بات معاه كاع جابت الخبار ما جاب. تخيل دابا كتقرا في فرنسا لهي ولا في بلجيكا ولا في المانيا وتقول لماها ماما راني معشيه مع خوفاش وراني غنمشي نستني مع خوفاش، ما تقولش لها بنتها راني غنبات مع خوفاش، تقول لها انا معشيه في الريتر مع خوفاش وغنمشيو نستني مع خوفاش. ما تقدرش لما تقول لها ولد اخو لي، غتقول لها وا
والحمد لله اللي كاين خوفاش بنيتي بعدا عمر كتافك ويمشي معاك تما في هذيك البلاصه الغربه عرفتي. علاش ملي جات المعلومه هنا ما كنقولش انا واش معاها ولا الضغط دار ما دارش، انا ما شغليش، كل واحد قيامه، كل واحد شتي ملي غيوصل ولدك هو يطرح السؤال ويمشي لهاد البلاصه صافي راه تروطار. اللي عنده واحد القيام راه ما كيوصلش واحد البلاصه وما كيطرح السؤال، هو هذيك البلاصه ما كتعنيش، لا واحد قال لك البلاصه كتعنيني وكطرح السؤال عليها، راه جا دخل اش بقى لك ما تقول له خرج، راه دخل بحال واحد دخل الحمام العيالات. واش هاد الحمام ديال العيالات انت ماك ما سولتي في البيت انت دخلتي شتيهم كلهم عريانة انت كتسول غادي نجاوبوه ولا غنجريو عليهم؟ سير بحال هذاك هنا دابا الواحد راه دخل لواحد البلاصه كيسولك اودي لا ما خصكش تدخل مادام دخلتي ماني ترى باغي تدخل. اذا هنا الامساك الثبات اديتي الواجب راه عند البنت 20 عام باقا صغيره ما كتفهمش ما صافي خصها تشد الامور ما غنسيبوهاش بحال شي بهله وغنصحوها بحال العاقله ولا بغات تعض بالنصيحه اهلا ومرحبا بالدرس بغات الدرس راه غتاخذ الدرس لان الله سبحانه وتعالى خلق الراعي وخلق الديب كلكم راع ومسؤول قدر القدره ديالو الرعيه ولا طجات لي النعجه نتبعها ونخلي القطيع كله يضيع وعندك 100 نعجه وحده طجات وشدها الطريق للغابه غتمشي تجيبها نهار تجيب لقيتها تشد تجيب وحده ترجع تلقى هذيك 99 نعجه كلهم ضاعوا كتحيز امرك الله كتقول الله يا ربي الله لقيتها هذيك النعجه تزرات وعجبتها الغابه باغا تسالى فيها ودخلات فيها الربيع والنواره والندى والريحه الزوينه عرقيتها وهي تسمع التخرشيش لفتات قالت واحد الديب عطاها فرصه اخرى يغبرها هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم قال تركت فيكم موعدة موعدة ناطقة وموعدة صامت الناطقة القرآن صامت الموت لا يوقف لها الديب ما غيشرحش ليها الدور ديالو هو في الطبيعة ويقول لها شتي انا واحد الحيوان مفترس وعندي النيابة غنعضك وغادي نسيلك الدم وغنقتلك وغناكلك ودابا ها انت غترجعي للراعي ديالك ولا النوبه الجايه راه غادي ندير فيك ما كندير في النعاج الاخرين ما غيديرش معها الديب هادشي غيطير عليها وغيعضها ويقتلها وحيت النعاج عارفين هاد الواقع ديال الديب يقتلهم تيفترسهم يحيدوش من حدا الراعي ولكن ليش وحده زاغت يلقاها الديب لهذا ربي خلق رحمه وستاذ قبل ما نختم بالنسبه اللي الحنان هي تكلمات على الزوج ديالها على المرجعيه ديالو ما واضحاش فهي فيها شي ممكن انه مثلا البنت مثلا تقاس بهذيك المرجعيه اللي ما واضحاش مثلا من جهه الاب ولا اش نقول لك بنتي لاله سناء العزيزه عرفت هذيك المثله ديال عروبي جا عند ابن عمو قال له كول قال له لا رواك قال له كول الا قال له واكل قال صاحبي زيد كول راه باين فيك الجوع زيد كول دخل ويمد يدو وبدا غادي ينيت في الطاجين كياكل غينضي الطاجين ويقول له والله العظيم الا بنين قال له ودي هاد الكلام فتناه بقاش كنقولوا بنين ملي كنديروا الدغمه الاولى كندوقوا تنقولوا بنين وتنكر تضرب نص طاجين عاد والله الا بنين ملي كندوق في الاول كنقول بنين والدغمة الأولى الثانية الثالثة العاشرة الطاجين قراش تكملوا والله إلا بنين قالوا هذا الكلام فتناه وقع الدو هذا الكلام المرجعية فوقاش خصو يدور فوقاش قبل ما نتزوج قبل ما نولدوا يعني مرة كتزوج راه كيبان لها القيم راه كيبان لها الحال راه كيبان لها كل شيء كيبانوا فعلا شتي أنا أنت راك ذكية كتعرفيني يا بنت عمي شتي أنا سكت على هذه البلاصة وأنا عرفتك سكت
واحد عزيزي عندي كان احترمك ما بغيتش راني سكت على هذا البلاصه انت مشيتي دقيتي عليا غير نفهمو لا نقدر من بعد البرنامج نقدر نسولك بيني لا طلعتي انا سكت ولكن بعد انت عارفاني انا واحد البلايص كنسكت عارف كاين شي بلايص كنبغيش نكمل الجواب لان غادي نزعزعها هكاك فابور هي مسكينه دخلت في واحد البيني ديال التحدي وبغات تربح بغات تنجح عائلتها حنان بغات تقاتل كاين شي بلايص حسن نخسروا الماتش هنا ماشي ماتش الكرة هذا حياة أنا من العارفين ولا المخطئين أصبح الإنسان المخطئين لأن خصو يعرف البلاصة اللي كينتهي فيها الصبر وغيتبدا فيها النقطة ولا تلقوا بأنفسكم يا تحلوك خصني شكون اللي قال لك وما قدرتي تبري قبولك للوضعية أنك تتمتعي بجميع الأشياء المدنسة اللي كيوريك إلا أنك تبريها بالمتعة في جسمك الله يرضي عليك لما تضحكيش هي ضحكت على راسك أدي سؤالك راحيت لاخر خدا إذن غير مباشر هذا كنسميه لاكور تاسيت خدا أن أكور تاسيت من اللي أنت ما عارفش واحد الحاجة ولك ما مسؤولش عليها من اللي كتعرفها والآخر بحال ليكزيبيسيونيست هذاك اللي كيمشي يروح واحد الشجرة يري حويجاتو تبقى يبان للبنات شنو همو شنو شغلو شنو البلاصه اللي بغيت يتقنوى فيها انه يتعرى ولا انه يبين الاخر اللي كيشوف فيه عريان رانا شتك كتشوف فيا شتي اللحظه اللي كيوري لهذاك اللي كيشوفو عريان انه شاف وكيشوف فيه هذيك هي النقطه اللي بغي يوصلها ليكزيبيسيونيست سي كيل سو سي فو اي كو لوتر سي كيل لا فو لو فوار شي هاد الكروازمون هذا هو اللي باغي ليكزيبيسيونيست هذه هي المدخل ديال البيرفيرسيون شتي هنا ماشي شغلها في المعتقد ديالو دابا في هذا الوقت لا في هذا الفوز ما بقيناش كندوقوا الطاجين دابا حنا راه كنقولوا الطاجين راه تكال اللي خصها يهمها هي فينا بلاصه هي تقدر توقف فين هو حدها هي اختنا حنان في بلاصه توقف ربيت هذه البنت ربيت هذا الولد وصلت هاد العائلة هذا جهدي قابل راسها تلموا حولها ولادها بالقيم اللي كتأمن لنفسها هي بوحدها هذا هو الخصاص بالنفس كيخصها هي نفسها المعتقد ديالو هو وفكرته هو وشنو تيقول هو شغلو هذا هي مقررة مازال تستمر مع الحياة الزوجية مجموعين في دار كيعاشروا بعضياتهم تياكلوا بعضياتهم إذا معناتها راه كاين قاسم مشترك كاين قاسم مشترك جامعهم أشياء مشتركة بيناتهم وكاين قاسم اختلاف بعد بيناتهم مادام انها القاسم المشترك بان لها كبر من مواقف الاختلاف راه بالنسبه لها الحياه الزوجيه صالحه الخصاص بالنفس بنتها مشي تقرا ما تقراش دير ما ديرش النصيحه تقول لها بنتي انا هذه القيم هذه ماشي ديالي انا تربيتها بنتي ماشي هذه انا مواقفي ما متفقاش معاك ودابا بنتي انت مشيتي بنتي لهذا الطريق حملي مسؤوليتك رجع له شكرا لكم مستمعنا لحسن المتابعة والاستماع البرنامج بكل وضوح لكم تحية سامي عريف رافقنا اليوم في الإخراج والبرمجة الموسيقية ونتمنى لكم مساء سعيد برفقة العالمية غاديو الإذاعة القريبة منكم السلام عليكم لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.